الكاظمي يعول على الكتل الصديقة لمنحه الثقة، واتفاق شبه نهائي على تمرير كابينته. هجمات داعش تتواصل والقوات الأمنية تلاحق خلاياه في صحراء الأنبار. العراق يقرر الإبقاء على الحظر الجزئي، وتقنية بلازما الدم في البصرة تؤتي أكلها. أوروبا تسعى لجمع الأموال لتطوير لقاح ضد كورونا، وألمانيا أول المساهمين. تفصيلات النشرة، أهلا بكم. لا تزال الكتل السياسية تقدم رجلا وتؤخر أخرى في مسار التوافق على تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لكن آخر المواقف كشفت عنها مصادر سياسية مطلعة أكدت وجود اتفاق شبه نهائي بين معظم الكتل بشأن تمريرها. المصادر ذكرت أن السنة والكرد وكتل الفتح وسائرون والحكمة والنصر تعهدوا بحضور الجلسة النيابية المقررة لمنح الثقة والتصويت لصالح حكومة الكاظمي، مشيرة إلى أن الخلافات بشأن وزارتي الدفاع والداخلية حسمت بمنح الدفاع للفريق الركن جمعة عناد والداخلية للفريق أول ركن عثمان الغانمي على حد ما ذكرته المصادر. من جهته قال رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان أن بعض الكتل السياسية اعترضت على تشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لأنه كرر أخطاء المكلف الأسبق في المنهج وآلية اختيار المرشحين. نعم، الغبان ذكر في تصريح صحفي أن الكتل السياسية سبقا اتفقت مع الكاظمي على تفويض المرشح في اختيار كابينته بعيدا عن المحاصصة، على أن تتوافر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذه المعايير على الجميع، لكنه لم يلتزم بذلك، مشيرا إلى أنه مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين. وعن موقف الكرد، رهن الحزب الديمقراطي الكردستاني موقفه من التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بإجماع القوى الشيعية عليها. عضو الحزب ريبين سلام ذكر في تصريح صحفي أن الحزب الديمقراطي سيحضر جلسة التصويت على حكومة الكاظمي وسيصوت لها إلا إذا استجد أمر من القوى الشيعية ولم يحدث إجماع من قبلها داخل الجلسة، فالإجماع الشيعي هو الأهم لأن المنصب من حقهم. على الرغم من إعلان كتل نيابية عدم تصويتها لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فإن الأخير ما يزال يحتفظ بحظوظ المرور عبر مجلس النواب. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. ضربتا ائتلاف دولة القانون وائتلاف الوطنية لم تحطم أسوار رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بعد، فهنالك قوى كثيرة ما زالت صديقة له حتى الآن، وسينهار حصنه أمامها إذا بدأت بالاتحاد ضده، وذلك أمر تحسمه الاتفاقات. في هذه الأثناء لا يمكن الجزم بأن الكاظمي سيمر بحكومته عبر مجلس النواب، فحتى المؤيدون له في الوقت الحالي يلوحون بإمكانية أن يكونوا معارضين إذا ما جاء بسلة خالية من مصالحهم، والرجل يدرك ذلك جيدا. لذا من المتوقع أن يتحرك بما يضمن أغلبية مؤيدة له داخل القبة النيابية حيث توضع النقاط على الحروف. الكاظمي خسر ائتلافين مهمين، لكنه لا يزال محتفظا بتأييد كتل أخرى ستحسم الأمر لصالحه إذا بقيت إلى جانبه. لذا لا خيار أمامه سوى الاستمرار في كسب ودها ليتجنب الفشل في مهمة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة النيابية قبل بدء المهام التالية التي تحمل تحديات ليست سهلة على الإطلاق.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس النواب أمجد العقابي. أهلا بك. بداية يعني حسب المعلومات المتوفرة لديك، ما هي موعد أو متى سيكون موعد عقد الجلسة، جلسة التصويت على منح الثقة للسيد الكاظمي، وأيضا مدى حظوظه في تمرير كابينته؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لحضرتك والمشاهدين قناة تي في. أعتقد لحد هذه اللحظة أنه لم تصل كابينة المكل إلى مجلس النواب لغرض تحديد موعد الجلسة. وفيما يخص بعض فيما يخص تمريره أو غير تمريره، أعتقد هنالك بعض القوى تخلفت عن الاتفاق الذي كان بينها وبين الكاظمي وانسحبت وصرحت رسميا بانها لم تصل الى مجلس النواب. اعتقد ان حضور السيد الكاظمي الان جيده جدا، واعتقد سوف تمرر في يوم الجلسه ان شاء الله. نعم، ايضا هناك انقسام في يعني الكتل السياسيه بشان موقفها مع الكاظمي، توقعاتك هل سيؤثر ذلك ايضا على تمريره في قبه مجلس النواب؟ نعم، الكاظمي سوف يمرر، لكن كما أسفت أنه بعض الكتل اختلفت على يعني الحقيقة على بعض الوزارات. يعني نعتقد أنه اليوم العراق يمر بأزمة حقيقة، أزمة اقتصادية، أزمة وبائية، على الكتل أن تتخلى عن المغاني والمصالح الشخصية وأن تحضر إلى مجلس النواب لغرض التصويت إلى هذه الكابينة. وحقيقة السيد الكاظمي لديه عدة خيارات، لكل وزارة أعتقد هنالك خيارين أو أكثر. في حال لم يمرر زيد من الناس سوف يمرر عمر لنفس الكابينة. وأعتقد أنه أغلب الكتل اليوم اتفقت على أنه يجب أن تمرر هذه الحكومة وأن العراق حقيقة يذهب إلى منزلق خطير جدا. نعم، عضو مجلس النواب العراقي أمجد العقابي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. إلى الملف الأمني، حيث فجر إرهابيان تابعان لتنظيم داعش أنفسهما داخل مسجد في قرية المدهم التابعة لقضاء حديثة، وذلك بعد محاصرتهم من قبل قوات الحشد العشائري. جوا قرية المدهم وإلى ما طبوا بالجامع هذا وبالتحارية، طلع نضرب بهم من جوا قرية المدهم إلى ما طبوا بالجامع وطققوا وفجروا الفجر بالجامع. هذا المدهم تعالوا وياه. القوات الأمنية تطرد بهم من فوق قرية الحراش لما طبوا على قرية المدهم وطقوا داخل الجامع مال المدهم. هذا وأطلقت قيادة العمليات المشتركة عمليات أمنية واسعة غربي محافظة الأنبار تحمل اسم أسود الصحراء. خلية الإعلام الأمنية قالت أن العمليات انطلقت لتفتيش وادي حوران ومناطق أخرى وصولا إلى الحدود الدولية، مؤكدة أن العملية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين. وبدورها أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد انطلاق عمليات كبيرة غربي المحافظة باسم رمضان الثانية للقضاء على خلايا داعش. عمليات الصحراء يعني مستمرة ومتواصلة للبحث عن أي مآوي للعناصر الإرهابية باتجاه الصحراء، شمالا باتجاه نينوى وصلاح الدين، وجنوبا باتجاه الطريق السريع الدولي بمحاذاة قيادة عمليات الأنبار. بالآونة الأخيرة هناك عدد يعني من العمليات المحدودة اللي يقوم بها العناصر الإرهابية، سواء خلايا نامة موجودة بالداخل أو يعني عمليات خاطفة من الصحراء. حقيقة هذه ما تأثر على المستوى الكبير، نحن لا يعني نترك هذه المواضيع ولا نستهين بها، بالعكس أي عمل إرهابي هو يعني مرفوض ومتابع من قبلنا، ويجب أن يكون ردات فعل، وهناك عمليات استباقية متواصلة ومستمرة. قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن قاسم المحمدي أكد أيضا أن القوات العسكرية مستمرة في مسك الحدود العراقية السورية وتأمينها بشكل كامل. الحدود العراقية السورية ممسوكة بقوة، لكن بالتأكيد هي في مرحلة التطوير والإعمار من أجل أن تكون حدود رصينة تمنع تسلل العناصر الإرهابية وتمنع المهربين
وتمنع أي تدخل للإرهابيين من جانب سوريا. الوضع بشكل عام مستقر والعمليات مستمرة ولا يوجد شيء يدعو للقلق. للمزيد حول آخر التطورات الأمنية ينضم إلينا من الأنبار عبر الأقمار الصناعية مراسلنا رعد الحافظ. أهلا بك. يعني رعد، عمليات أمنية انطلقت في الأنبار لملاحقة فلول داعش، ضعنا في تفاصيل هذه العمليات وبأي المناطق تم استئنافها، تفضل رعد. نعم رويدة، اليوم انطلقت عمليات عسكرية كبرى بحسب ما وصفتها القيادات الأمنية هنا في محافظة الأنبار. نعم. طبعا العمليات هي مشتركة بين قيادة عمليات الجزيرة والبادية وقيادة عمليات الأنبار، بالإضافة إلى الحشد الشعبي والعشائري وكذلك قوات حرس الحدود. العمليات العسكرية تقسمت على 9 محاور في المناطق الغربية وفي عمق الصحراء الغربية من محافظة الأنبار. بداية كانت انطلاقة من الأقضية الغربية وصولا إلى عدة قرى هي محور العمليات العسكرية، كقرية الحسينيات والعنقور وكذلك مناطق H1 وH2 H3 ووصولا إلى المناطق المحاذية للحدود العراقية السورية. أيضا في المقابل كانت هنالك عملية عسكرية كبرى وصفت بحسب القيادات الأمنية انطلقت من الكيلو 160 وصولا إلى قضاء النخيب، وهو التابع إداريا إلى قضاء أو ناحية النخيب التابعة إداريا إلى قضاء النخيب أقصى عمق الصحراء الغربية من محافظة الأنبار. بالإضافة إلى هنالك محور آخر قد انطلق بمحاذاة أو محيط ناحية الوليد التابعة لقضاء الرطبة. كل هذه العمليات العسكرية تمكنت من خلالها القوات الأمنية العبور إلى جميع المناطق الصحراوية والسيطرة عليها. أيضا كان هنالك خبر مهم بأن قوات الحشد الشعبي استطاعت من قتل 3 انتحاريين عندما حاصرتهم في أحد الجوامع في قرية المدهم الواقعة. نعم. في غرب الأنبار، وأيضا تمكنت أيضا القوات الأمنية في المحاور الأخرى. نعم. من الحصول أو السيطرة على مجموعة كبيرة من الأحتدى التي كان يستخدمها العناصر الإرهابية في المناطق الغربية. القيادات الأمنية تؤكد بأن محاور العملية العسكرية مستمرة إلى الآن وأنها بملاحقة وتتبع القوات أو عناصر تنظيم داعش في مجمل المناطق. نعم. الغربية يعني وخاصة في المناطق الصحراوية. ماذا عن الحدود العراقية السورية؟ هل تم تأمينها أو وضعت خطط عسكرية لتأمينها من دخول يعني عناصر داعش إليها؟ نعم هو ده، كل المحاور العسكرية التي انطلقت من خلالها هذه العملية العسكرية نقطة الوصول إلى النهاية هي الحدود العراقية لتأمينها بالكامل. الآن تم الوصول إلى المناطق الحدودية المحاذية عند قضاء القائم وكذلك في المناطق المحاذية للحدود التي تربط قضاء القائم بالحدود العراقية السورية. والآن هنالك ربما لا تزال عمليات عسكرية من الجهة خط الدولي السريع وصولا إلى الحدود الإدارية وكذلك مناطق النخيب التي تربط محافظة الأنبار بمحافظة كربلاء. ولا تزال القطاعات العسكرية بمساندة الطيران الجوي تستطلع وتستفقد كافة العمليات العسكرية في تلك المناطق. وضحت الصورة رعد الحافظ مراسلنا من الأنبار، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. في الملف الأمني أيضا، حيث قال محافظ النجف لؤي الياسري إن تعزيزات أمنية انطلقت لتأمين المحافظة وحدود باديتها المرتبطة بشريط صحراوي مع محافظتي كربلاء والأنبار، إضافة إلى الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مبنى قيادة الشرطة. قضية الحدود مع المملكة العربية السعودية ممسوكة بالكامل، الشريط الحدودي بالكامل ممسوك من فرقتين، فرقة ثانية حدود والفرقة الخامسة حدود، وأيضا مقابلنا أكو الأخوة بالمملكة العربية السعودية، والشريط يعني مؤمن 100%، ما نخشى من عنده شيء. عندنا ثغرات حقيقة من المقطع اللي من جهة النخيب، هذا المقطع حقيقة ومنطقة رخوة، لذلك هذه الاستعدادات راح تكون بهالمكان هذا. عندنا مناطق أخرى مشخصيها إن شاء الله راح يتم اتخاذ اللازم بشأنها، وأيضا راح نطلب قوة إضافية من بغداد حتى نعزز وضعنا قوة احتياط. عندنا قوة أيضا موجودة بالنجف، فوج مثالي، فوج مكافحة الإرهاب، عدة وعدد كامل.
إلى ديالى ارتفعت حصيلة انفجار عبوات ناسفة على دورية للحشد العشائري في أطراف ناحية العظيم يوم أمس إلى 10 شهداء وجرحى. وقال مصدر أمني إن الحصيلة النهائية لانفجار العبوة التي استهدفت دورية للحشد العشائري بلغت 3 شهداء و6 جرحى، فيما استشهد جندي بنيران قناص في منطقة عين ليلتي شمال شرقي المحافظة. هذا وشهدت بعض المناطق في المحافظة توترا أمنيا مساء أمس مع السماع إطلاق نار قرب نقاط المرابطة الأمنية. نفذت طائرات التحالف الدولي غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لعناصر داعش الإرهابي في محافظة ديالى. وبحسب تقرير نشره التحالف فإن غاراته استهدفت عناصر داعش المختبئين في 10 كهوف في جبل حمرين، مؤكدا أن هذه الغارات تشكل ضغطا لا هودة فيه على آفة داعش الذي بات يتناقص باستمرار بفضل الجهود وتضحيات القوات العراقية. وأضاف التقرير أن قوات التحالف مستمرة في تقديم المشورة والإسناد للشركاء في منطقة التنفة من أجل مواصلة مهمة هزيمة داعش. سجل العراق 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة شخص وفقا لآخر بيانات رسمية. نعم رويدة، وأكدت وزارة الصحة استمرارها في بالإجراءات الصحية من حظر للتجوال ومنع التجمعات في خطوة لوقف تزايد أعداد الإصابات في عموم محافظة العراق. أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والإبقاء على الإجراءات إجراءات الحظر مع تأكيد اتباع الإرشادات الوقائية ومنع التجمعات. اللجنة وفي اجتماعها أقرت نظام الفرد والزوجي في حركة السيارات، واتخذت قرارا بشأن تسهيل حركة الأسر العالقة بين المحافظات بعد اتباع إجراءات السلامة. وكانت خلية الأزمة الحكومية قد رفعت توصية في وقت سابق من اليوم إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة تتضمن تقليص حظر التجوال الجزئي. وأعلنت دائرة صحة البصرة تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا مشيرة إلى شفاء حالة واحدة. هذا وارتفع إجمالي الحالات الموجبة التراكمية إلى 490 حالة إصابة بالفيروس و17 حالة وفاة. أما المتعافون فبلغ عددهم 249 منذ تسجيل المحافظة الوباء. وفي البصرة أيضا كشفت دائرة الصحة عن تحسن أحوال عدد من مرضى فيروس كورونا بعد علاجهم باستعمال تقنية نقل بلازما الدم من المتبرعين المتعافين من الفيروس وزرعها في المصابين. يأتي ذلك بعدما أجازت وزارة الصحة العراقية اعتماد هذه التقنية في إطار البروتوكول العلاجي. بلازما الدم المستخرجة من المتعافين من فيروس كورونا بريق أمل في إنقاذ حياة عدد من المصابين بالفيروس بعد حقنهم بها. هذه التجربة الجديدة أعطت نتائج إيجابية، ما دفع وزارة الصحة العراقية إلى إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام بلازما النقاهة ضمن البروتوكول العلاجي. استطعنا أن نعطي البلازما إلى مريضين في مستشفى البصرة العام، وخلال 24 ساعة حققنا نتائج رائعة وكانت تفوق التوقعات. حيدر حسن شاب أصيب بفيروس كورونا ثم تعافى، حضر إلى المستشفى للتبرع ببلازما دمه من أجل مساعدة المرضى المصابين بالفيروس للشفاء منه، ولا سيما الحالات الحرجة التي صارت تمثل البلازما أملا في علاجهم. اللي شجعني أكثر هو أنه سمعت الأطباء وقالوا بأنه البلازما للشخص المتعافي من الممكن أنه تنقذ حياة أكثر من شخص. ويحسب للفريق الطبي في صحة البصرة هنا أنه كان من أول المبادرين على مستوى العراق بل حتى عربيا إلى استخدام دم المتعافين علاجا من الفيروس، وخاصة في ظل غياب علاج أو لقاح يستعمل في علاج مرضى كوفيد 19.
تقنية بلازما النقاهة التي تعالج المصابين بالكورونا تعتمد على وجود الأجسام المضادة الموجودة لدى الأشخاص المتعافين من مرض الكورونا. وطبقا لمختصين فإن العلاج بصفائح الدم يبقى الأكثر نجاحا وأمنا في الوقت الحالي، وطريقة العلاج هذه لجأ إليها عدد من الدول، لكنها تشترط على المتبرعين خلوهم من أي أعراض لفيروس كورونا أو فيروسات أخرى، فضلا عن تحديد أعمار المتبرعين بين 18 إلى 70 عاما. يقول باحثون إن العلاج ببلازما الدم المأخوذ من المتعافين وبعد أن حقق نتائج طبية واعدة يعد خطوة أولى في طريق هزيمة الفيروس الذي حصد أرواح الآلاف وعطل الحياة في بلدان العالم. سعد قصي، قناة يو تي في، مدينة البصرة. في ملف كورونا أيضا، شرعت صحة كركوك بعملية مسح ميداني في قصبة ليلان وتازة وعدد من أحياء كركوك التي ظهر فيها مصابون بفيروس كورونا، كما قامت مديرية الدفاع المدني بتعفير عدد من المناطق عبر رشها بمواد معقمة. فرق الدفاع المدني كركوك مستمرة تعقيم المنازل القريبة من منزل المصابين الخمس والتي ظهرت. أعلن قائد عمليات محافظة كركوك الفريق الركن سعد حربية فرض حظر التجوال بدءا من اليوم الاثنين حتى يوم السبت المقبل، موضحا تجديد الإجراءات الأمنية للسيطرة على عمليات الدخول والخروج من المدينة. قرار موحد بالإجماع على فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام اعتبارا من يوم غدا الاثنين ولفترة أخرى باتجاه يوم الجمعة والسبت، خوفا على صحة مواطنينا في محافظة كركوك. أيضا وجهنا كل السيطرات باتخاذ الإجراءات اللازمة بدخول إلى محافظة كركوك، وما عدا بعض الإجراءات الحذرية جدا سيكون لها قدرا من السماح وبكتب تخويل. أيضا هناك توجيه إلى كافة أفواج الطوارئ واللواء 61 بفرض حالة التجوال حظر التجوال في محافظة كركوك. أيضا المناطق التي ظهرت بها إصابات سيكون لها حجر خاص ومراقبة خاصة من السيطرات بالنسبة لقضية التلامس مع باقي المواطنين. لليوم الثالث على التوالي أعلنت دائرة صحة النجف عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا. نعم رويدة، وأشارت الدائرة إلى أن الموقف التراكمي للحالات المسجلة في المحافظة بلغ 304 حالات مؤكدة بالفيروس، بينها 271 حالة شفاء وست حالات وفاة، مع مواصلة الدائرة إجراء الفحوص الطبية في عموم المحافظة. وذكر مراسلنا نقلا عن مصادر طبية أن 95% من المصابين تماثلوا للشفاء، فيما بقي 7 منهم تحت الرعاية الصحية في مستشفيات المحافظة. وللحديث عن أهم تطورات وباء كورونا في النجف الأشرف ينضم إلينا المدير العام لصحة المحافظة رضوان الكندي. بداية أهلا ومرحبا بك، يعني على ماذا يرجع هذا التطور في الإصابات في النجف؟ يلا ماشي. نعم سيد رضوان الكندي، هل تسمعني؟ وين معكم الساعة 3؟ سيد رضوان الكندي إن كنت تسمعنا، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع ضيفنا من النجف الأشرف المدير العام لصحة المحافظة، شكرا جزيلا.
أعلنت دائرة صحة الأنبار اتخاذها إجراءات احترازية في مداخل قضاء الكرمة، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا. الدائرة ذكرت أن الخطوة تأتي بالتنسيق مع القوات الأمنية المرابطة في مداخل القضاء، مضيفة أن كوادرها فحصت 650 من منتسبي القوات الأمنية الذين يرمون الالتحاق بوحداتهم العسكرية. هذا وسجلت المحافظة إصابة شخص واحد بالفيروس في منطقة 5 كيلو عمره 51 عاما، كان قادما من سوريا، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية للحالة والملامسين لها. اشتكى خريجو كلية الطب بجامعة بابل من تعيينهم في المحافظات الجنوبية التي تبعد مئات الكيلومترات عن سكنهم في بابل، ونشد الطلبة وزارة الصحة تعيينهم في محافظاتهم، وأكدوا أن المحافظات الجنوبية ليست بحاجة إلى أطباء جدد. ينتظر الخريجون في كلية الطب بجامعة بابل تعييناتهم بشغف بعد رحلة تعليمية طويلة، لكن أحلامهم لا تلبث أن تصطدم بالواقع. قرار وزاري بتعيين هؤلاء الأطباء في محافظات العراق الجنوبية التي تبعد عن مناطق سكناهم مئات الكيلومترات. مثلا ستروح للطوارئ تلقى طبيبة واحدة أو طبيب، بينما أعداد المراجعين تلقاهم مئات آلاف بالشهر. ما يعني ما نحق، حتى لو جهد زايد علينا نتحمله، بس المريض نفس الوقت ما راح يحصل العناية الكافية. الأطباء الجدد اشتكوا أيضا من قلة عددهم وزيادة ساعات العمل وأيامه، مطالبين الوزارة بمراعاة ما قررته منظمة الصحة العالمية بخصوص تحديد ساعات العمل. الطبيب الآن يباشر بالدوام لمدة 26 يوم في الشهر، في اليوم الواحد 14 ساعة تصل. ماذا تتوقع نوع الخدمة في الساعة 13 من دوامه؟ هل يعقل أنه هذا المجهود الذي يبذله الطبيب لا يقدر من الوزارة بحيث أنه يخصصون الأعداد الكافية؟ وتأتي معاناة الأطباء رغم مناشدة مدير التخطيط في دائرة صحة بابل برفع عدد التعيينات في المحافظة لحاجة بابل الماسة إلى أبنائها الخريجين من كليات المجموعة الطبية. لدينا عدد كبير من المستشفيات، لدينا 5 مستشفيات في مركز المحافظة، 4 من هذه المستشفيات مستشفيات تعليمية، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى الإمام الصادق اللي سعتها السريرية تقريبا 503 سرير أصبحت حاليا، ولدينا 10 مستشفيات بالأقضية والنواحي، ولدينا 5 مراكز تخصصية. هذا العدد الكبير من المؤسسات الصحية يتطلب أن يكون هنالك عدد جيد من الأطباء لغرض تحسين الخدمة الصحية. الحاجة السنوية إلى الأطباء في محافظة بابل بلغت 450 طبيبا، بينما عينت وزارة الصحة 130 فقط، وهو ما يطرح تساؤلات عن أسباب نقل الأطباء من بابل إلى المحافظات الجنوبية المكتفية تماماً من الأطباء بحسب ما ذكرته المصادر الطبية. من بابل عيسى العطواني، UTV. وهذه عودة مرة أخرى إلى أهم تطورات وباء كورونا في النجف الأشرف، وينضم إلينا المدير العام لصحة المحافظة السيد رضوان الكندي. بداية أهلاً ومرحباً بك، يعني لليوم الثالث على التوالي عدم وجود إصابات، على ماذا يرجع هذا التحسن؟ نعم، حياك الله، شكرا لجنابك الكريم. والأسباب حقيقة واضحة جدا، أنه دائرة صحة النجف وخلية الأزمة في المحافظة برئاسة السيد المحافظ اتخذت إجراءات مبكرة في عموم المحافظة. إجراءاتنا من يوم الأول التي ظهرت فيها إصابات في جمهورية الصين اتخذنا إجراءات احترازية وقائية متميزة، ابتداء من مطار النجف إلى كل الوافدين وحجرهم القادمين، الوافدين العراقيين القادمين من الصين، واستمرت عملية الإجراءات الوقائية والاحترازية في عموم المحافظة حال ظهور الإصابات في مدينة قم. نعم. ألو. نعم تفضل سيد رضوان. نعم سيدي الكريم، واستمرينا كما ذكرت أنه إجراءاتنا الاحترازية والوقائية في عموم المحافظة كانت رصينة، وكان رصد جيد لطرق الصحة العامة في دائرة صحة النجف،
ومتابعة الملامسين والمصابين في الأحياء في أحياء المحافظة. لم نقتصر ولم نكتفي بمراجعة هؤلاء إلى مستشفياتنا وإلى مؤسساتنا الصحية، نعم، بل بدأنا في عملية مسح شامل وعشوائي في عموم المحافظة لتشخيص ورصد كافة الإصابات وكافة الملامسين لهؤلاء، وبالنتيجة يعني قمنا بتشخيص مبكر للحالات. يعني في بداية الأمر كانت هناك إصابات يعني كثيرة في محافظة النجف، نعم، وجود مختبر أيضا في دائرة صحة النجف، هذه ميزة تحتسب لدائرة الصحة. هذا المختبر يعني استغنينا عن مختبر الصحة العامة في وزارة، نعم، الصحة. سيد رضوان، أيضا هناك يعني تحسن أو ارتفاع ملحوظ في يعني عدد الشفاء، هناك نسبة 95%. هل يتم أيضا تطبيق تقنية نقل الدم البلازما أيضا؟ نعم طبعا، أحسنت، بالتأكيد. يعني بصراحة عدد الذين تشافوا من المصابين في مستشفياتنا حوالي 288، وهو نسبة 95.7%، وهذه نسبة ممتازة جدا. طبعا المصابين في مستشفياتنا بصراحة يخضعون إلى رعاية طبية جيدة من قبل أطباء اختصاص كفؤين، واستخدمنا تقنية نقل البلازما. نعم هذه يعني بصراحة سبق صحفي لجنابك، يعني لم نعلن بالإعلام لحد هذه اللحظة أنه في الأيام الماضية القليلة استخدمنا تقنية نقل البلازما من مصابين إلى مصابين متشافين إلى مصابين داخل مستشفياتنا، وأظهرت نتائج إيجابية. كذلك استخدام أدوية جديدة في معالجة الكورونا أيضا أعطت ثمارها وأعطت نتائج جيدة بالنسبة للمصابين، وهذا ما انعكس بشكل إيجابي على صحة هؤلاء وتحسنوا غادروا المستشفيات. نعم، واضح جدا. سيد رضوان الكندي المدير العام لصحة المحافظة، كنت معنا، شكرا جزيلا. كشفت اللجنة المالية النيابية عن تأمين رواتب موظفي الدولة. على الرغم من الأزمة المالية، عضو اللجنة محمد صاحب الدراجي قال لبرنامج الحق يقال الذي يبث على شاشة يو تي في أن رواتب المتقاعدين لا علاقة لها بالموازنة العامة. راح يروحون على الاحتياطي مال البنك المركزي من نهاية السنة. إذا تحسن أسعار النفط كان بها، إذا ما تحسن أسعار النفط لازم تصير إجراءات أخرى. المتقاعدين هي مو من الموازنة حبيب، المتقاعدين عندهم صندوق التقاعد اللي هم دافعين توقيفاتهم وموجودة في صندوق التقاعد، فهذه ما لها علاقة بالموازنة. أعلنت شركة نفط البصرة البدء في إجراءات خفض الإنتاج في حقولها بنسبة 23% من حجم الإنتاج الكلي تطبيقا لقرارات منظمة أوبك. وأكد مدير الشركة إحسان عبد الجبار ليو تي في أن خفض الإنتاج بمعدل قدره 600 برميل نفط يوميا جاء من أجل دعم أسعار النفط التي تهاوت في السوق العالمية. بدأت شركة نفط البصرة من بداية هذا الشهر بتنفيذ هذه الخطة على حقولها الإنتاجية. الانخفاض التام هو 23% من حجم الإنتاج. حقولنا الإنتاجية أخذت نوع من الأولوية في محافظة البصرة لعدة عوامل، منها وجود النفط الخفيف وقلة كلف إنتاج البرميل، إضافة إلى ضرورة حماية إمدادات الغاز في هذه الحقول. الهدف هو رفع مستوى سعر البرميل عالميا وتحقيق إيرادات أعلى للموازنة العامة. طبعا من بداية تطبيق الاتفاق بدأت أسعار النفط. النشرة مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. على وقع الخلافات السياسية، الاحتجاجات تعاود حركها في العراق.
نعم. في ذي قار تظاهر عشرات من محاضري تربية المحافظة للمطالبة بتوفير الغطاء المالي لشمول 30,000 محاضر في عقود التعيينات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لعام 2019. نعم رويدة. وحمل المتظاهرون الحكومة المحلية السابقة والنواب المحافظة مسؤولية تسويف ملفهم وعدم المطالبة بحقوقهم أسوة ببقية المحافظات، متوعدين بالتظاهر أمام مجلس النواب في الأول من حزيران المقبل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وبالتزامن مع المباحثات التي تجريها الكتل السياسية من أجل تمرير حكومة مصطفى الكاظمي، تظاهر عشرات من المواطنين في محافظة واسط احتجاجا على تسويف مطلب إجراء انتخابات مبكرة، فيما حمل عشرات منهم دروعا كتب عليها دروع الثورة. نعم، المتظاهرون رددوا هتافات تندد بالقوى السياسية الحاكمة وطالبوا بتنفيذ المطالب المتمثلة في حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة، إضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف مفوضية مستقلة، فضلا عن توفير الخدمات وفرص العمل. وحنا هنا. الحراك الشعبي الذي انطلق في تشرين الأول من العام الماضي انحسر بعد تفشي فيروس كورونا في العراق، لكن المتظاهرين هنا في واسط يعلنون عودته من جديد مع استمرار المحاصصة والفساد في البلاد. عودة المتظاهرين إلى ساحة التظاهرات هي رسالة واضحة أنها ستكون الشرارة الأولى أو الشرارة الكبيرة التي ستطهر البلاد من الفاسدين، من العملاء، من الأنجاس، من باعوا دماء العراقيين. المحتجون بشروا بتظاهرات مليونية بعد انتهاء جائحة كورونا، وذهب بعضهم يدعو إلى الخروج في تظاهرات حاشدة تنديدا باستمرار الفساد والتناحر على المناصب وتأخر تشكيل حكومة الطوارئ ودخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة. السبب الوحيد اللي أنه رؤوس الفساد بعدها متواجدة بالسلطة وبالحكومة، وإحنا اللي طالعين على مود نسقط الفساد واللي نعدل نظامنا السياسي حاليا. وانت مثل ما جاي تشوف الوضع متأزم، اول شيء كورونا، ثاني شيء الفاسدين مو موجودين، يعني هذا ان كل الامور وكلها اسباب تخلي الثوره ترجع. اكثر من 700 قتيل وعشرات الاف الجرحى، حصيله ثقيله للتظاهرات العراقيه، ولا يزال المتظاهرون عازمين على مواصله الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم واسترجاع البلاد من جيوب الفاسدين. من محافظة واسط، حمزة الأسدي، يو تي في. وعبر سكايب ينضم إلينا من بغداد عضو اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين عزيز علي، أهلا بك. يعني عزيز، تظاهرات في ذي قار أيضا وواسط، والدعوات أيضا تتصاعد من أجل تظاهرات مليونية، ضعنا في إطار هذه الدعوات وما هي مطالبكم؟ تفضل. نعم طبعا، بالنسبة للمظاهرات اللي ندعو إلها، احنا شكلنا بالبدايه خليه سميناها خليه الاعداد لمليونيه الخلاص. هاي التحشيدات وهذه التحضيرات والتهيئات اللي تطير وتجري على قدم وساق، طبعا هي الغرض من عندها اولا انه نقوم بهذه الانتفاضه الكبرى اللي هي الثوره الكبرى، ثوره الخلاص، بيوم محدد سنحدده قريبا جدا. هذا اليوم سيكون ملائم مع الوضع الصحي للبلد والتخلص من الجائحة فيروس كورونا، وبذلك نحن الآن على تنسيق تام ما بين بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية، وكذلك مع تنسيقيات الخارج، حيث سنهب هبة الرجل الواحد بيوم واحد بساعة واحدة سواء داخل العراق وخارج العراق، كذلك عراقيين الخارج كذلك. نعم، يعني علي، هل هناك أي ردود فعل حكومية بشأن التظاهرات التي الآن تبدأون بتشكيلها؟ ردة الفعل الحكومية احنا دائما ما ننتظر من عندها أي شيء إيجابي،
ردة الفعل الحكومية هي دائما كانت قتلنا واغتيالنا، سواء عبر مكافحة الشغب اللي يضربونا بسوح الانتفاضة أو عبر ميليشياتهم الذين يقتالوننا بكل يوم وبكل المحلات والأحياء السكنية. الحكومة بالنسبة لنا حكومة فاقدة الشرعية، والحكومة نعتبرها منتهية الصلاحية منذ أن قتلت أول شهيد من عندنا. قدمنا 1000 شهيد ولحد الآن الحكومة لا تبالي لدم 1000 شهيد. السيد رئيس الجمهورية مع كل الأسف يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة لدماء هذه الشهداء، لهذه الدماء الزكية الطاهرة. مستمر هو بمسلسل التكليفات، هاي التكليفات اللي احنا نعتبرها الغير موفق بها. مع العلم نحن نطالبه منذ اللحظة الأولى كان أن يقف موقف حامي الدستور العراقي، يعني على قدم وساق المفروض يكون حامي الدستور، وليس هكذا يكلف أشخاص الشعب لا يريدهم، الساحات لا تريدهم، يعني ليس لا نريدهم فقط وإنما يقتلوننا كل يوم. نعم، يعني متى سنشهد انطلاق هذه التظاهرة علي؟ يعني هل هي في الأيام القليلة المقبلة أم في شهر حزيران بحسب يعني دعوات من قبل المتظاهرين؟ نحن الآن بصدد التشاور كمتظاهرين في بغداد والفرات الأوسط والجنوب. نحن الآن ضمن سقف خيمة، هذه الخيمة اسمها خلية الإعداد لمليونية الخلاص. هذه الخلية بالتنسيق ما بين العراقيين الموجودين داخل العراق وما بين خارج العراق. التاريخ سيكون يعني حسب ما يعني الوقائع، وقائع النشرات الصحية. أريد نشوف إحنا الفيروس متى سيضع حد لانتشار هذا الفيروس، ومن بعده سنحدد المليونية، لكنها بالتأكيد لن تكون قبل بداية شهر السادس. نعم، يعني هل هناك أي تنسيق بينكم وبين بقية المحافظات؟ نعم، نحن ننسق، ونحن ننسق حتى مع أخواننا في الواسط وفي ديقار وفي الديوانية والمثنى وفي عموم محافظات الفرات الأوسط وكذلك الجنوب. الآن احنا نعد العدة، نعد الدروع، نعد الكمامات، نعد الأقنعة. اليوم احنا عندنا أنواع جديدة من الأقنعة، إن شاء الله راح نتمكن ونتفادى الغازات المسيلة للدموع. نعم، علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر سكايب من بغداد، شكرا جزيلا لك. بلغ عدد إصابات كورونا عالميا أكثر من 3.5 مليون إنسان حتى الآن، بينما بلغ عدد الوفيات 250,000 حالة وفاة. وسجلت الدول الأكثر إصابة في العالم انخفاضا في عدد الوفيات، إذ سجلت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا أقل المعدلات اليومية للوفيات في غضون الأيام الماضية، في وقت تستعد فيه هذه الدول للتخفيف من قيود الإغلاق. عقدت المفوضية الأوروبية مؤتمرا عالميا لجمع الأموال من أجل تطوير لقاح ضد وباء كورونا. واستضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير عبر الإنترنت اجتماع المانحين من بروكسل، ومن المتوقع أن يجمع الحدث أكثر من 7 مليارات يورو، وسيجرى تخصيص المبلغ للمنظمات الصحية الدولية. وفي السياق ذاته، تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمساهمة بلادها بأكثر من 525 مليون يورو في الحملة العالمية. سنسهم ب 525 مليون يورو وبشكل مباشر في مؤتمر التعهدات هذا، وسنواصل أيضا التزاماتنا تجاه الصحة العالمية بشكل عام بأكثر من 1 مليار يورو. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع أن يكون اللقاح ضد كورونا جاهزا نهاية العام الجاري. نعم، وقال ترامب في تصريح لفوكس نيوز الأمريكية إننا واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام. يأتي هذا بعد تأكيد مدير مختبر جلعض الأمريكي عدم إعاقة واشنطن لتصدير دواء ريميديسيفير الذي سرع شفاء مصابين بفيروس كوفيد-19. We'll be right back.
يضطر الخريجون المحرومون من التعيين الحكومي في مدينة الموصل إلى العمل في مهن شاقة وبأجور زهيدة. كرم حازم أحد هؤلاء الخريجين قرر العمل على عربة شيش الكباب. بعدما تخطى مراحل التعليم كافة وتخرج في كلية التربية الأساسية بجامعة الموصل، يقف كرم مجبرا وراء عربته ولهيب نيرانها ليشوي الكباب إثر فقدانه الأمل في التعيينات الحكومية. عملية تعيين الوظيفة، هذا هدفي ومنيتي بالحياة، صاحب عائلة ومتزوج وعنده أطفال، علش درسنا؟ ساعات طويلة يقضيها كرم برفقة هذه النار وجمرها، يتأمل ما آلت إليه أوضاعه ويتذكر أحلاما كانت تراوده قبل التخرج من الجامعة وبعد ذلك بفترة وجيزة. عندي أصدقائي والله يشتغلوا ب5000 دينار، هو خريج، أقول له شو تشتغل 5000 دينار؟ يقول ليش أسوي؟ أكو تعيينات؟ أقول له لا، يقول لي خلاص 5000 دينار أحسن ما قاعد. آلاف الخريجين حالهم هو حال كرم، يسعون خلف أعمال شاقة لا تناسب وضعهم المجتمعي ولا حتى أحلامهم التي سرقت أمام أعينهم على حين غرة. آلاف التعيينات بيعت ووزعت بين المتنفذين وأقاربهم في وقت تجد فيه خريجين وخلف عربات شاي الكباب أو مقود سيارة أجرة أو بين أكوام الرمل في بنايات قيد الإنشاء. من الموصل محمد سالم، يو تي في. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، دمتم في رعايته، إلى اللقاء.